الحمد لله، مناسبة عاشوراء الحمد لله هذا العام كيف الأعوام السابقة، فالحمد لله كاين الرواج كيف العادة، فالناس يجيو كيقتنيو هذه الفاكهة ويعني باش يفرحوا الوليدات، والحمد لله الأثمنة كاين شوية تاع الغلاء نظرا لأن المسائل كلها غالية ماشي غير الفاكهة، خصوصا مع الزيادة اللي كاينة في المازوط وفي إلى آخره، فالحمد لله الناس الحمد لله رغم ذلك كاين اقبال الحمد لله، اللهم لك الحمد ولك الشكر. يعني كيديو الفاكهه مخلطه، يديو اللوز، كركاع، كاوكاو، زبيب، القراشل، كيديو الشريحه، كيديو التمر بالانواع ديالو، يعني وكيخلطوا مع القريشات غالبا كيديروهم في الدار وكيخلطوا معاهم هذه الفاكهه هذه وكيفرقوا على الوليدات. هو الحمد لله الحمد لله كاين اهتمام خصوصا بالنسبه للناس الناس الكبيره في السن، يعني باقي محافظين على العادات، وشويه الناس بداو تيهربوا، ولكن الناس الصغار السن ما كبار السن باقي محافظين الحمد لله على العادات القديمه. اخويا شنو نقول لك، عاشوراء ما بقاش كي كان هذا العام كاع، دابا بقات 4 ايام من عاشوراء، دابا اليوم الاثنين وليت عاشوراء نهار 40 شعله الخميس هو الشعاله، الوقت ما بقاش كي كان، ما بقاش يقبل كبير كي كان، ما بقاش سميت كي كان، وخاص العام موجود وكلشي موجود ولكن ما بقاش يقبل كي كان. لا لا اخويا العيد الكبير هو يلاه داز الحلي ب 100,000 160,000 120,000 ريال، هو تابعوا صورة عاشوراء عاوتاني تابعوا مدرسة. دابا التمر كاين الجلدة البلاد كانت واحد الوقت 20 30 درهم، دابا الجلدة البلاد ولا 50 درهم، واحد اخر ولا 70 درهم، والقرقع كاع القرقع قلنا كاين 70 درهم 80 درهم ماشي مشكل، واللوز حتى هو رخيص، ولكن بالنسبة للتمر بالنسبة للشريحة طلع في الثمن، هادشي ديال البلاد كيديو لنا الشريحة، التمرة، كاوكاو، الحمص، اللوز والقرقع. شنو المهم؟ الناس اخرين اللي المهم هادو اللي في ما في حالهم مساكن، واللي في اللي استطاعته راه كيزيد بيستاج، يزيد لاكاجو، يزيد هادي، يزيد هادي، يزيد ما نمسك اللي ما استطاعهم غير كيخلط مثلا غير شويه الشريحه، شويه التمر، شويه لاكاجو، شويه ديال كاكني كاوكاو والحمص والخير ديال البلاد، ها هو شتي تبارك الله. هذا غالي ولكن حتى حاجه ما غاليه.